عندي واحد الكيكه بالشوكولاته الفريز، ايه واخا واحد العفان يلا تفضلي. سموذي. عندنا 4 ديال البيضات، عندنا 120 غرام ديال السنيده، عندنا 30 غرام ديال الكاكاو، عندنا خماره واحده، عندنا 90 غرام ديال الطحين، واحد معلقه كبيره ديال روح الفاني، الكريمه غنحتاجو نص سترو ديال الحليب اللي غادي يجي فوق من هاد الكيكه ديال الفريز، نص سترو ديال الحليب، واحد معلقه كبيره ديال روح الفاني كيكون سائل، عندنا 30 غرام ديال النشا، 4 ديال الاصفر ديال البيض، 120 غرام ديال السنيده، جوج معالق كبار ديال الزبده، وواحد 100 غرام ديال الشوكولاط اسود غيش. طريقه: كنطربوا البيض، السنيده، الملحه، نطربوهم مزيان حتى كيولي عندنا رغوه، من بعد كنحيدو التراب وكنزيدو الدقيق والكاكاو والخماره مغربلين بوحدهم بشويه بشويه، وحنا كنحركهم من الفوق لتحت. كناخدو واحد المول، داك المول العجيب كيكون مشرب، كندهنوه بالزبده والطحين وكنديرو فيه هاد الكيكه، كتدخل الفران. الكريمه كناخدو الحليب وروح الفاني، كنخلطو كل شيء هاد الشيء فوق العافيه حتى كيدفى، ما يسخنش لينا، غير يدفى لينا شويه، عاد كنزيدو عليه وكناخدو تاني نحطو على جنب، وناخدو 4 ديال الاصفر ديال البيض زائد نشا سنيده، ونخلطو كل شيء مزيان، وعاد كنزيدو على الحليب اللي دفينا، وكنرجعو كل شيء للعافيه حتى كيعقد لينا كيولي عندنا كريمه. واخا. وفي الاخير كنزيدو الشوكولاط. ملي كتخرج الكيكه كنخوي فوق منها، ملي يكون دفى شويه ماشي سخون، كنخوي فوق منها هاد الكريمه، وكنزوقوها بالشرائح ديال الفريز على شكل ورده، وكندهنوه شويه بالناباج باش يعطينا داك البريون، وفي الجوانب ديال الكيك كناخذ واحد الصفايه كنديرو فيها سكر كلاصي، وكنغبروها كلها من الجوانب بسكر كلاصي، وفي الوسط كنديرو الفريز على شكل وريدات وكندهنوه بالناباج، وبالصحه والراحه.